اكتشف باحثون أمريكيون أن سر الزواج السعيد يكمن بمدى سرعة هدوء الزوجة بعد أي شجار يحدث بين الزوجين. وفي دراسة أعدها باحثون من جامعة كاليفورنيا حول الخلافات بين الزوجين وكيفية انتهائها، أظهرت أن كلا الزوجين قادر بشكل متساو على تسوية الأمور بعد أي شجار ينشب بينهما. وبيّنت الدراسة التي نشرها موقع Health Day News الأمريكي أن الزيجات التي تهدأ فيها الزوجة بعد أي شجار بسرعة أكبر وقبل الزوج كانت الأكثر سعادة.